السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه 23 من بي تريبل ام بي، ولسه في ثالث ام ماشين. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن المكنه وعن الجزء الخاص بتاع الفرن والعربيه. النهارده هنتكلم على المنجله او الكارج. طبعا المنجله ما بتبقاش ظاهره من الكفر بتاع المكنه، ولكن لو شلنا الكفر ده هيبان ان المنجله بتتقسم لثلاث باليتات رئيسيه، باليتا ثابته او الفيكسد بليت، وده اللي بيبقى متركب عليها الجزء بتاع النتايه، وباليتا متحركة، وده اللي بيبقى راكب عليها الجزء بتاع الذكر اللي بيبقى مسؤول عن الفتح والقفل، وباليتا في الديل واللي بيسموها تيل بليت، ودي اللي بتبقى مسؤولة عن تحديد فتحة المكنة مع سمك القالب. ولو خدنا الجزء بتاع المنجلة ده لوحده ونشوفه عن قرب هنلاقي الآتي: أول حاجة من اليمين زي ما قلنا الفيكسد بليت أو الباليتا الثابتة، وراها الموفينج بليت أو الباليتا المتحركة، وراها مجموعة الركب أو الميكانيزمات اللي بتفتح تبقى مسؤولة عن الفتح والقفل او زي ما بيسموها التوجل ميكانيزم، وراها التيل بليت او باليتة الديل، ودي اللي بيبقى متثبت فيها التوجل ميكانيزم او مجموعه الركب من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه التروس اللي بتبقى مسؤوله عن الحركه للامام والورا عشان تقدر تظبط سمك القالب مع المكنه. في نص التيل بليت دي من ورا بيبقى فيها البيستم اللي بيبقى مسؤول عن الفتح والقفل الكلامبنج. واهم ما في الموضوع اللي بيظبط المحوريه بتاعه الثلاث باليتات دول مع بعض هي العمدان بتاعه المكنه او التاي بارز، ودي بتبقى زيها زي قضبان القطر كده، بتظبط المحوريه بتاعه الباليتات دول مع بعضها. في النص ما بين الباليته المتحركه وباليته الديل بيبقى فيه المسطره اللي بتقرا حركه المنجله، وفوقيها المسطره اللي بتقرا حركه الدفاع نفسه، وورا المسطره دي بيبقى فيه البيستم بتاع الدفاع اللي بيبقى مسؤول عن خروج ودخول الدفاع. دي بشكل سريع المكونات الاساسيه لمجموعه المنجله. وبيبقى فيه فتيل في جنب المكنه الغرض منه خط حمايه اخير لقفل المنجله. بعض المكن بيبقى موجود تحت زي النموذج ده، وبعضها بيبقى موجود اعلى المكنه. بيشتغل ازاي؟ بيبقى قصاد الفتيل ده بيبقى فيه حدافه بتبقى قافله طول ما انت فاتح الباب. اول ما تقفل الباب بيدوس على حرف الحدافه دي يفتحها عشان يفتح المجال للفتيل ده ان هو يعدي. عشان كده مهم جدا نظبط الفتيل ده مع كل قالب بيركب على المكنه، لان لو لا قدر الله حصل عطل في اي سويتش من سويتشات المكنه وهتقفل وانت فاتح الباب، فده بيبقى خط الدفاع الاخير والحمايه الوحيده اللي فاضله للمكنه، لان الحدافه دي بتقطع الطريق على الفتيل ان هو يعدي. وللاسف اغلب اللي بيشتغلوا على المكنه ما بيبقوش حاسين باهميه الفتيل ده، رغم ان هو حمايه ليه هو، لو حصل اي عطل في المكنه او اي برجله حصل في المكنه انها هتقفل والباب مفتوح، فده الخط الدفاع الوحيد اللي بيمنع قفل المكنه. ده بخصوص فتيل الحمايه. اما بخصوص باليتات المكن فعاده بيبقى فيه طريقتين لتثبيت الاسطمبه على المكنه، يا اما عن طريق مجاري حرف تي تي سلوتس، او عن طريق فتحات الاووز. لو هتشتري مكن صيني يبقى على طول تجيبها بمجاري حرف تي، لان لو جبتها فتحات الاووز مع الاتربه اللي موجوده في الجو عندنا والربط والفك كل مره والتحريق على المسامير اثناء ربط الاسطمبات على المكن، هيحصل تآكل في الألغوز اللي في المكنة، مرة في التانية هينحل أو الألغوز هيتاكل فهيبقى زي قلته. وخصوصا أغلب المكن الصيني الصلادة بتاعت الباليتات دي بتبقى ضعيفة، فأضمن حاجة ليها مجاري حرف تي، بحيث إن أنت مهما حرقت وأنت بتربط اللي هيبوظ هتبقى الصامولة، ترميها وتجيب واحدة تانية، لكن هيفضل دايما المكنة وفرش المكنة عندك سليم. انتظرونا الحلقة الجاية وهنتكلم عن فكرة عمل مكنة الحال. نشوفكم الحلقة الجاية، سلام عليكم.